ناخذ فقط تعليق من سي هشام بوشمال من ولايه المغير، هو معنا على المباشر. كيف تسير الحمله الانتخابيه معكم؟ ما الخطاب الذي وجهتموه للمواطن في ولايه المغير؟ لانه المواطن كذلك في ولايه المغير اصبح يفقه في السياسه الان، واصبح ينبذ الخطاب الشعبوي والخطاب لغه الخشب، يبحث عن كلام واقعي. نعم نعم اخي هارون، اولا اتقدم بالشكر لضيوفك في البلاطو اخي هارون، واقدم لهم تحيه خاصه لهذه المداخله. اخي هارون، احنا هنا في منطقه المغير، المواطن ولا يبحث على الحقائق، المواطن ولا يبحث على الحقائق، لازم نخاطب المواطن واش رانا نعيشوا اليوم. انا قبل ما نكون مترشح اخي هارون، انا راني مواطن نعيش ما يعيشوا المواطنين اللي هنا في ولاية المغير، نعاني ما يعانوا منه، وبالتالي علاه أقبل الانتخابات نعيش كما راه يعيش المواطن، وكيعود يجي الانتخابات يولي فيه كلام آخر. المواطن مش يحوس على الشهادة، المواطن يحوس على الحقائق كما هي بدون مغالات أو مزايدات، ما يحوش على كلام انتخابات وانتهى. الحديث مع المواطن لازم يكون صريح، لأني أنا قبل ما نكون مترشح أنا مواطن. سبحان الله، المعاناة اللي نعانوا منها في المنطقة تاعنا وخاصة في ولاية المغير، وحنا كولاية فتية ولاية جديدة، عندنا جمة من المشاكل، جمة من الانشغالات، جمة من يعني، وخاصة يعني مغير منطقة جنوبية وعندها خصوصية. أنت تعلم أخي هارون بأن الجنوب عنده نقائص كثيرة راهو يعاني منها اليوم، لكن الحمد لله حنا المغير طيب. حابها ربي أنها ولاية بكاملة الصلاحية. سي هشام راح نرجع لك بعد الفاصل، وأعود لضيوفي.